تعالى يا جلال. كويس انك جيت، كنت عايزك تقول للاستاذه الصحفيه اختك تهدى علينا شويه. مش كده يا جلال، البلد مش ناقصه تهيج وتسخين، وبعدين انت ايدك في النار معانا وشايف احنا بنحاول نلصم في الموضوع ازاي. مش معقول احنا نحاول نلم ونعالج ويجي الاعلام يبوظ لنا كل اللي احنا بنعمله. بس يا فندم حضرتك عارف عبير ما بتنشرش غير بوثائق ومستندات رسميه. البلد مش كلها تجاوزات وفساد يا جلال. اتفضل اقعد. وحتى لو افترضنا ان اللي بتنشره ده صح، هي ما بتشوفش رجالتنا اللي كل يوم بيستشهدوا؟ ما بتشوفش الانجازات يا جلال؟ حاضر يا فندم، هوصل لها رساله. احنا مش بوسطجيه بنبعت رسائل، دي توجيهات ولازم تتنفذ يا جلال. احنا في الاخر عايزين نحافظ على مصر. اوامرك يا فندم. بس انا كنت جاي لحضرتك علشان قضيه صادق وشريف البنهاوي. القضيه دي اتقفلت والموضوع خلص خلاص يا جلال. بس انا عندي معلومات جديده. جرائيه يا جلال، انا كده هبدا اشك فيك. الاتنين دول بالذات كان ليهم منافسين كتير جدا، وكان ليهم ناس بتسندهم من بره مصر. وبعدين انت عارف انهم عايزين يوقعوا المجموعه دي ليه؟ عشان يهزوا اقتصاد مصر. ايه يا جلال؟ وبعدين بصراحه انا مش فاهم دورك ايه في الموضوع ده يا فندم. شريف البنهاوي ده كان متجوز. صدقني يا جلال، انا ولان انا عارفك من زمان كنت قلت ان في حد زقك على الموضوع ده. وبعدين ده ايه يا جماعه؟ انا بتكلم في ايه؟ فين قيمه الحفاظ على مصر؟ يا فندم شريف كان متجوز بنت اسمها نعمه سرندي. القضيه دي اتقفلت خلاص يا جلال. وبعدين احنا عندنا جبل قضايا متلتل عايزين نشتغل عليه، ولا انت فاضي ولا ايه؟ يا عبد الغفار ما تخلينيش احس ان مكانك مش في المباحث. وبعدين كفايه ترقياتك المتاخره يا جلال. يا عبد الغفار بيه كلام انتهى، اتفضل. الشحنة وصلت يا سامي باشا. أنا بتابع إجراءات التسليم بنفسي، بس للأسف يعني ممكن تتعطل شوية، لأن الراجل بتاعنا اللي في الجمارك والدته توفت إمبارح. يعني إيه توفت؟ ما الدنيا فاضية وواسعة، الحاجة مستنية الوقت اللي الشحنة جاية فيه عشان تموت؟ ما تهدى شوية يا سامي، ما تموت ولا ما تموتش، إحنا ورقنا وحاجتنا كلها سليمة، يعني مش هنتعطل غير العطلة العادية. أنا مش عايز عطلة يا رشا، أنا عايز أخلص من الموضوع بسرعة. بص، شوف لي أي صرفة، اصرف أي فلوس، اشتري مدير الجمارك نفسه. المهم اخلص من القصه دي قبل ما اجي اشم خبر. دي الجمارك يا سامي بيه، الجمارك مش سوبر ماركت، يعني ممكن ادخل كده واشتري اي حد بسهوله يعني. وبعدين لو اي حد شم خبر ولو بسيط عن اللي احنا بنعمله ده، وان احنا بنلعب لعبه مش مظبوط، هتبقى مشكله. يقعدوا بقى يركزوا لنا في الحكايه بقى وينخروا لنا في الموضوع. احنا مش عايزين اي حد يعرف حاجه عن خط سير الشحنه، ولا عايزين نخش في مشاكل. مظبوط يا استاذ سمير، ملوش لازمه الكلام ده يا سامي. وبعدين التاخير ده ممكن يفيدنا اكتر ما يضرنا. احنا عندنا مشاكل قد كده في الشركه، وجيجي مشغوله بموضوع البنت اللي ظهرت دي. احنا عايزين نعدي بالشحنه باقل الخسائر. لا بقى يا رشا، كل حاجه متعرفه في وشي، انا بجد مخنوق. بص بقى يا سمير، يؤسفني اقول لك ان من ساعه ما صادق اخويا مات وانت بتتحفني باخبار زي الزفت. يا اخي جاملني مره، اديني خبر حلو مره، ده انا خايف انام احلم بيك دفيله في وشي. اهدى بقى، انت مش شايفه؟ ان شاء الله الاخبار الجايه كلها حلوه. calm down calm down. حاضر يا رشا، حاضر. ماشي يا استاذ سمير، حضرتك عملت ايه بقى في الموضوع بتاع البت النصابه واللي في بطنها ده؟ قدمت اي حاجه للمحكمه تثبت ان احنا شاكين في النسب ده؟ حصل يا سامي بيه. اه، وقدمت ان احنا عايزين نعمل دي ان ايه؟ ايوه، وقدمت كل الاوراق المطلوبه وتابع الاجراءات بنفسي، والموضوع ماشي زي الفل. انا مش عايزك تقلق بس من حاجه. ماشي. واللجنه الزفت بتاعت حصر الشقه والشركه بعد ما فنطوها حته حته قالوا لك ايه؟ ولا حاجه. المفروض ان هم يطلعوا تقرير بالجرد فيه بيان بالممتلكات. التقرير ده يعني اتاخر شويه، وده ما يقلقناش ولا يخوفنا في اي حاجه خالص، لانه مجرد تقرير صوري، واحنا الحمد لله ما عندناش حد يعني ناوي يخبي فازه ولا يسرق ثلاجه. بقول لك ايه يا سامي، انا شايفه ان انت تسيب لي الشغل والشحنه والشركه والحاجات دي اليومين دول، وتركز بقى شويه مع البنت دي اخطر حاجه بتواجهك دلوقتي. لا نستنى بقى شويه بقى لما نشوف الاستاذ الجهبذ هيتحف. ما تنفخليش. بص بقى يا استاذ سمير، انا حاسس ان انا راكب قطر سواقه ميت، فنوصل بالسلامه يا اما بقى انا لله وانا اليه راجعون. calm down calm down calm down. الله عليك يا سلعه، هو ده يا حبيبي. كورنر. ايه تقول يا حبيبي؟ عايزاك بكره تيجي معايا المدرسه عشان تعتذر لفسحوسك. اعتبرها حتى عشان راجل كبير وعشان وشه في وشه طول اليوم، وكمان احنا افترينا عليه قوي. اعتذر لمين يا بنت؟ انت اتجننت في مخك ولا ايه؟ طب عليا النعمه يا توته، لو شفته تاني لاديله 100 جزمه على بقه تاني. ده راجل ناقص يا توته، واحنا بناقص الناقص. بقول لك عشان خاطري يا كورنر، عشان وش صورتي في المدرسه. جرايه يا بنت في ايه؟ ما تخليش احلف عليك بالطلاق تاني. طلاق مين يا ابن الهبل؟ واحنا اتجوزنا عشان تقولي بالطلاق؟ توته احنا كده كده اتفقنا ان احنا لما هنتجوز احلف عليكي بالطلاق ما تنزليش الشغل تاني. اه لا انت شكلك خرفت. انا سبتك تقولي الكلام ده المره اللي فاتت عشان قلت انت خارج من الحبس ومخنوق، لكن الشغل انت اللي عايز تسيبه يا حبيبي. المفروض ان الست اللي اتجوزها يا توته تحسسني برجولتي، تبقى تحت جناحي، مش تتنطط عليا بشغلها ولا بمرتبها. المفروض الست اللي اتجوزها تبقى محتاجالي عشان يبقى ليا كلمه في بيتي. لكن الست اللي بتقبض كل شهر دي يا توته لما هتخانق معاها هتعمل ايه؟ هتقول لي باي باي. قول بقى كده، اظهر وبان عليك الامان. انت عايزني ابقى مكسوره لك ومذلوله لك يا كورنر؟ ده حب يا اللي بتفهمي في الحب. لا رحمك ده ما اسموش حب، ده اسمه استعباد ونقص يا ناقص. دي بتقول لك يا ناقص. اسمع الكلام للاخر وشوف انا هعمل ايه. توته خلص الكلام يا توته، ولازم تختاري، يا اما انا يا اما شغلك. اخترتي ايه؟ ولا بشغل ولا من غير شغل. انا اخترت يا حبيبي. اخترت ايه بقى يا عين امك؟ اخترت ده يا عين امك. يا زين ما اخترت يا توته. ده كده هزيتك يا ابو الكباتن؟ ده كده انا فخيت نفس العمر. انا فخيت نفس العمر. طب التمرين يا كابتن مش هنكمل ولا ايه؟ الدنيا ولعه ولا ايه؟ في ايه يا حشري؟ انت مالك انت؟ هو انت اللي حشر ولا انا اللي حشر؟ يا عم انت، ما انا لما الاقي مشكله احط مناخيري فيها اطلع بشغل. ده انت دبه. دبه؟ ايوه دبه. طب ايه رايك بقى يا زغلول؟ انا كنت جايب لك شغل زي الفل، مش هقول لك عليه. لا 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 خليك قول 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 يا حشر، قول بقى. انا عاوزك تفتح لي نقابه. نعم يا اخويا، افتح لك نقابه؟ ايوه. نقابه ايه دي؟ نقابه الكشريين. كشريين؟ ايوه نقابه الكشريين. مش انا سامع ان في نقابه اسمها نقابه التطبيقيين ونقابه البطاريين ديت. انا عايزك بقى تفتح نقابه الكشريين عشان تحمي بتوع الكشري من المرمطه في الشوارع وبتوع مجلس الحي اللي كل شويه يشيلوا العربيات والصلصه والحاجات دي. والله العظيم كل بتوع الكشري محترمين ومحدش بيضايقهم، وفي واحد بس اللي بيتمرمط. ما تحترم نفسك شويه. ايه يا عم انا مش قصدي، انت كشرنج محترم بتاخد كام حبايه هلوسه كده وتقعد تقول الكلام الغريب ده. هلوسه؟ اه. طب ايه رايك بقى انا مش دافع الحساب؟ وانا كمان مش دافع الحساب. حاسب انت. لا انت حاسب. عبد الغفار بالمنياوي ده غريب جدا، وانا بقول له نعيد فتح قضيه اغتيال السادات، هما اتنين ماتوا في حادثه واضح انها مدبره وغريبه يعني. ما انت اللي ما قدمتلوش اللي عندك يا جلال، ما تقاطعه وتقول له انك وصلت للبنت، ما فيش حاجه اسمها ما ادالكش فرصه تتكلم. ما قدمتلوش اللي عندك؟ اشرب بتاع ده واهدي كده وفهمها يا عم. فاهم؟ عبير انت ما تعرفيش عبد الغفار المنياوي ده عامل ازاي، ولا شفتيه عن قرب ولا في الشغل. ده حاجه تانية خالص غير اللي بيطلع في التلفزيون. احنا في الداخليه من تحت لتحت مسمينه الاعصار، محدش بيقدر يقف قصاده، وجلال مش غلطان. طب انا بقى مستعده اروح له عم الاعصار بتاعكوا ده واقول له اللي انتوا مش عارفين تقولوه له. تروحي فين يا مجنونه انت؟ ده مستنيك على غلطه، وبعدين لو فكر يعمل حاجه معاكي انا مش هسكت له. لا هو ولا 10 زيه على فكره. هو انا لسه صحفيه تحت تدريب؟ تدريب؟ لا طب يا باشا مجنونه، هو دي حد يقدر عليها؟ انت معانا ولا نمت ولا مشيت ولا رحت فين؟ انا بفكر في حاجه وخايف تبقى صح. خايف؟ جلال باشا البكري خايف؟ يا باشا ده انتوا عيالات خوف بلد. خايف من ايه بقى؟ عبد الغفار بالمنياوي ماله؟ حاسس انه متورط في الموضوع ده. دواء ايه ده يا نعم؟ صحيانه ولا ايه؟ لا يا بت دواء ايه؟ ده فيتامين عشان يثبت النون، عشان يكبر كده ويطلع قمر زي ابوه. مش واخده بالك؟ لا طبعا واخده بالي. حطيتي كريم جديد. لا وغيرت لون المونوكير كمان، على فكره المونوكير ده احلى. يخرب بيتك يا بت، ده احنا لسه مرجعينكوا لبعض. ايه اللي حصل تاني؟ ده كورنر ده حته ملاك قمر صغنن، ده مجنون مجنون. كورنر ده مجنون، عنده نقص. عايز عليه عدني من الشغل يا نعمه عشان يحس بقيمته ويحس انه ذكر وان انا بقل منه. قلت قيمته البعيد ابن البعيده ده. لا لو الموضوع كده يبقى خلاص ما ينفعكيش، فكك منه يا اختي. الا حقوق المراه العامله، هو عارف من الاول هو واخد مين، قبل قد الدنيا. انا مش صعبان عليا غير ان انا كنت بحبه، واللي كنت بتمنى من الدنيا ان اشوفه يكبر ويعلى، لكن هو عايز يدوس عليا بجزمته، ابن الجزمه، عشان يحس بقيمته. لا يا اختي ما تزعليش يا بت، ده انت احلى بت في المنطقه كلها، في الحاره دي والحاره اللي جنبها، انت قبل قد الدنيا. يا لهوي ويتولك. انا بحبك قوي. مين؟ مساء الخير يا دكتوره نعمه. مساء الخير يا اسماء. كنت عاوزاكي في حاجه كده. طب لف يلا. دي البت اسماء ام عينين ملونه. عايزه اروح يا اختي، انا عارفه هي جايه داخله علينا دلوقتي. صباح الخير. صباح الخير. مدام جيجي صباح الخير يا رشا. ازيك؟ الحمد لله. اكيد بقالك فتره من غير شغل، تلاقيكي زهقتي. لا هو الشغل بيخلص. على العموم ان النهارده انا همسك الشغل مكان صادق الله يرحمه، اصل مش عايزه موقفنا يتهز في السوق. في حاجه يا رشا؟ لا ابدا مفيش حاجه. أنا عايزة الملفات المهمة وخطة آخر بروجكت وخطة العمل اللي جاي، عشان أطلع على كل الملفات دي، وبعد ما أطلع عليهم هعمل ميتنج مع المديرين، أصلي أكيد هغير خطة العمل. أنت سامعاني يا رشا؟ آه طبعًا سامع حضرتك. طيب يا ريت تكتبي لي الإيميل وأنا هبعت لك كل الحاجات اللي أنت عايزاها، لحد ما انا اكلم حد من الاي تي يعمل لك اكسس على الشير فولدر. انا صاحيه من بدري وكلمت الاي تي وصحيته من النوم وجبته لحد هنا وخلصت كل حاجه. ابعتي لي على الشير فولدر على طول، هتلاقيه على النت باسم الجنرال مانجر. شكرا يا رشا. انا اسفه. اتفضلي. شكرا يا اختي. شكرا كتر خير. تسلم ايدك يا حبيبتي. خلاص؟ اه خلاص. انا مش مصدقه، انت ملاك من عند ربنا يا نعمه. انا مش مصدقه اللي انت عملتيه معايا، دي لو اختي ما كانتش عملت معايا كده. يا اختي خدي درس بقى عشان تتعلمي مني. يا بنت في حد في الدنيا يامن لابليس؟ عايزه قمر اكتر من اسمه، اسمه ابليس. ملك ده على راسي، شايلهولك لحد ما اموت. يا بت بس يا بت احنا اخوات. وبعدين بقى انا عملت يا اختي اللي عليا، ورجعتك اهو صاغ سليم زي الاول واحسن. بس بقى لو غلطتي خليكي متذكره، انا ماليش دعوه بيكي تاني ابدا، ولا ترمي حتى عليا السلام ولا على اختي. حد الله، ربنا يسترك دنيا واخره ويكرمك زي ما سترتيني. يا اختي ربنا هو اللي بيستر. اي خدمه ست نعمه، عد الجمايل عشان لو ما بتهديش. انا جايب كشكول سلك في البيت مقيد في كل الجمايل. جرى يا دكتور انت هتسيح، وبعدين يعني ده احنا زمايل عيب. يا ستي اديني بحط لك خط تحت الحاجات المهمه وخلاص. السلام عليكم. وعليكم السلام. يلا يا اختي من هنا هنقوم. يا جماعه ايه يا رشا؟ انا بقالي ساعه طالب فلفت شيكه الورق. من ايدي يعني. هجهزهم لحضرتك واجيبهم لك كمان 10 دقايق بالظبط. هو في حد في مكتب صادق ولا ايه؟ انت بتعملي ايه هنا؟ ايه التمثيليه البايخه اللي انتوا عاملينها؟ كلها عندي هنا. اصل انا رجعت سيستم المراقبه القديم. سيستم المراقبه تحت جزمتي. واي حاجه بعد كده مش عجباني تحت جزمتي. شغل بقى اللي يجي الاول وعايز يبقى المدير ده مش هنا، ده هناك. فاكره؟ هناك الشارع اللي انت جايه منه. نصيبك في الورث هرميهولك على الجزمه وارجعك الشارع تاني. فاكره يا جيجي كنت شغاله ايه؟ مندوبه مبيعات كلمات شعر. هناك بقى صادق اتجوزك. ايه العيله دي؟ عيله غير شوارع والله. البيل كبير متجوز واحده من الشارع وخلاها تحط ايديها على كل حاجه. والبيل صغير متجوز واحده بيئه بنت كامل عايزه تورث معانا في كل حاجه. في ايه؟ معلش ايه ده يا مستر سامي بس؟ ما تقوليش معلش، ما تقوليش معلش. سامي بتاع الزمالك خلاص دلوقتي سامي غزال، وانت عارفه يعني ايه سامي غزال. سامي بتاع الوكاله وبلاء ابو العيله. اطلعي بره احسن لك بدل ما تهلك النبي. فاهمه؟ صباح الخير. صباح النور. في شحنة أدوية وصلت الجمرك باسم شركة وهمية كده مش فاكر اسمها ايه، بس جواب الاستلام طلع باسمين، سامي البلهاوي ورشا عايز. جرى ايه يا سامي؟ شركة البلهاوي بتشتغل مع إسرائيل. اعملي لي النسكافيه بتاعي يا رشا. اعملي لي النسكافيه بسرعة. امشي دلوقتي احسن لك بدل من المصحف. هصوت وهنم عليك الناس. تصوتي انت ليه يا منى؟ هصوت انا يا حياتي. يا اهل البيت يا خال يا هو. اصل انا كنت واقف بره شفتهم كلهم وهم خارجين قدام عيني. مفيش حد في الفيلا غير انا وانت وابن الكلب الشيطان يا منى. والمصحف لو ما اتلميت يا صبحي هكون مبلغه عنك الحكومه. الحكومه لو جت يا منى هياخدونا احنا الاثنين. طلعتها يا بت اسمع المفيد دلوقتي. الانسه رشا كرهاني بسببك وبسبب غبائك. لو كنت جبت الورق كان زماننا قافشين قرشين واكلين لنا اكله نضيفه انا وانتي، لكن قعدتي تنبري فيها وتنقي لغايه لما طيرت المصلحه وطيرتي ام المرتبه. طب الحمد لله بقى انها طارت كان فيه وخلص. عندك حق، اللي خلص خلص خلاص. خلينا في الجديد، انا جاي لك في مصلحه تانيه. لا بقول لك ايه، لا تانية ولا تالتة. والمصحف لو ما مشيت دلوقتي لا هتكلم ابليس اجيبهولك. ابليس؟ ليه ان شاء الله؟ بودي جارد بتاعك ولا من باقي عيلتك ولا معرفش؟ لا يا خفيف، خطيبي انا وابليس اتخطبنا. ايه؟ كده يا منى؟ اه كده، ولو ما مشيتش دلوقتي هجيبهولك. لا وعلى ايه؟ على ايه يا منى؟ بس خلي بالك انت كده لعبتي في الفيشه، واللي بيلعب في الفيشه بيتكهرب يا منى. بقول لك ايه يا عمر، البت توته اتاخرت لي كده يا اختي في المدرسه. يا اختي سيبيها تفك عن نفسها. الواد المنيل ابن خالتك كان كابس على مراوحها. يا شيخه بركه انها خلصت منه. اه والنبي عندك حق، انا كمان شايفه كده، مع ان روحي في الواد ده والله. وحشري فين؟ ما جتش تاكل معانا ليه؟ هو كل شويه يختفي كده. انا عارفه هو فين يا داهيه، حاله متلخبط وعلى طول خارج. يلا اريح، هو جاي من وراك غير وجع القلب قطع. المهم زغلول عدى عليك الصبح وانتي نايمه وبيقول لك انه طالع على المحكمه يشوف موضوعك وصل لحد فين. بصي بقى يا نعمه، انا مش عايزاكي يا اختي تعملي مشاكل مع اهل جوزك. ارميلهم اللي ليهم، دول كلاب ممكن ينهشوكي. وانتي بقى يا حبيبتي احمدي ربنا على اللي جاي. 50 أو 60 مليون حلوين. رضا 50 أو 60 مليون القناعة دي اقتدار. القناعة كنز لا يفنى. الحاوية وحشة يا بنت، هي اللي كانت مخليه الواحده مننا بصه للقرش، لكن الملايين دي كلها تسد الحاره من اولها لاخرها. لو سحبنا كل يوم ورقه ب 200 جنيه بحالها وقعدنا نصرف فيها وما بقيناش منها حاجه، عمر الفلوس دي ما هتخلص، لا احنا هنخلصها ولا عيال عيالنا. سبحانك يا رب. ولا اقول لك يا بت خشي فيهم كاتهم الهم، والبحر يحب الزياده، وبدل ما نملى حارتنا بالفلوس وبس ما نملى الحاره اللي جنبنا كمان. بصي بقى يا نعم، انا هفتح معاك، بس يا اختي ما تتفتحيش فيا، حكيم انا عارفاكي خلقك في مناخيرك. احسن انا مخي عمال يودي يمين ويجيب شمال ومش لاقيه لها مالكه. اللهم اجعله خير، خير يما قولي ما تخلصي. انت كلها شويه يا اختي وبطنك هتبان، واهل الحاره هيسالوا، ومحدش يعرف انك اتجوزتي ولا اتطلقتي ولا اترملتي ولا حبلتي. ها هنقول للناس ايه يما؟ واحنا يهمنا من الناس ايه؟ كنا شفنا يا اختي منهم خير عشان يهمونا، وهم مالهم؟ ما اللي يحصل يحصل، ما نبصلهمش اصلا. لا يا عين امك، اقعدي معوجه واتكلمي عدل. انا ما كنتش عماله اربي فيكي واعلمك واكبرك وتعبانه وشقيانه طول عمري عشان يجي حد في الاخر ويقول لي بنتك نعمه حبله من غير ما تتجوز. ده انا كنت اكله باسناني والبس فيه الجلابيه الحمراء واخد فيه اعدام. اه الصح صح والغلط نهرب منه كانه كلب جربان. حاضر ياما خلاص، انا هتصرف واعرف لك اهل الحاره بتوعك يا اختي ان انا اتجوزت. اه هتطلعي تمسكي الميكروفون بتاع ياقوت وتقولي فيه يا اهل الحاره انا اتجوزت، مش كده؟ لا ياما من غير افهاتك الحمضانه دي، هفهمهم بطريقتي بدماغي. اه ياما اه ياما وخبتي من دماغك. كلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر مانجلكيش في حاجه وحشه يا حبيبتي. مالك انا صحينا كل بنت بينقع على هم ده تزوديها لنا. اه سيبوني شديلك يا بنتي شديلك يا نعمه. بقال مين اللي مات يا ابليس؟ شريف صدق البناوي. شريف صدق مين؟ عزي وانت ساكت يلا. بقول الله يخليك. بقول شكرا شاي. بقول حاجه تجنن يا جماعه بجد. يعني جيجي عرفت موضوع شهرة الصريطي ده منين؟ الورق اللي كان في المكتب صادف فيه كل المعلومات، الشحنه جايه منين ورايحه فين وكل ده مخترق انا؟ اكيد لا يا سامي، بس بمجرد ما جيجي تمسك ورق بتفاصيل الصفقه خلاص الباقي سهل. مش سهله قوي يعني، بس ممكن بشويه مجهود واتصالات. انا اللي قلقانه منه قوي بقى انها تحاول تجود وتوصل للناس اللي هناك، دي حقنه. لا توصل لمين يا رشا؟ موضوع شحنه اسرائيل ده هي ماسكاه علينا ذله، بس هي هتلعب معانا كل الالعاب بس كل حاجه في وقتها. انا عاوز اقول لحضرتك على حاجه يا سامي بيه. اتفضل يا سمير. موضوع ان جيجي تمسك الاداره ده امر غير قانوني بالمره، عشان تبقى عارف. المفروض بقى ان المحكمه تعينك انت للاداره، لانك انت اكتر واحد عارف شؤون الشركه والشغل فيها، بصفتك كنت نائب رئيس مجلس الاداره، وبصفتك كمان صاحب النصيب الاكبر في الميراث، حتى لو كان ده متعطل بسبب حمل اللي اسمها نعمه دي. ثواني بس، الكلام ده بقى متر لو هي هتلاعبنا قانوني، بس جيجي هتلاعبنا بطريقه تحت الترابيزه، طريقه مستخبيه، فعشان اعرف اطيرها لازم العبها بطريقتها. انا عايزاك بس تهدى شويه اليومين دول، عشان انت بقيت متوتر قوي في الفتره الاخيره. هو كل حاجه اهدى 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 اهدى. ايه يا ستي؟ محسساني كأن انا متعصب على وش الاهلي والزمالك. دي امبراطوريه بتتدمر، مستقبلي بيضيع، حسوا بيا شويه. اهدى سامي بيه. الله، مش كده، احنا معاك ما تقلقش. كام داون كام داون. ما تقوليش كام داون، ما تقولهاليش، انا اللي هقولها. انا هاد انا هات انا كام داون كام داون. انا هات انا هجيب كل واحده فيهم على حجري. تمام تمام تمام. كام داون كام داون كام داون. تمام انا كويس، I'm fine. عشنا وشفنا يا نسوان الحاره، بيتنسف فيكوا اسوان وما شفناش عريس وما حضرناش فرح. انتي بتلسني على مين يا مره يا هاشك؟ انت بنسل يا اختي على اللي اتعمل لهم سوان، ولا حضرنا فرح ولا شفنا عريس داخل طالع كده على الحاره. وانتي ان شاء الله كنت عايزه تشوفي ليه من بقيه العيله نسايب يا اختي احنا وانتي؟ وبعدين انت ملك ومنة، ها؟ عارفه اللي انت بتتكلمي عنه ده مين؟ ده بيه، بيه يا اختي. طب فرجيني والنبي، وريني البيه بتاعك، عايزه اشوفه. من عينيا الاتنين يا اختي، لو عايزه تتفرجي افرجك. تعالي وانا افرجك، ها؟ تعالي وانا افرجك. عارفه تلسني على بنتي تاني هذبحك. سامعه اوعي يا وليه انت؟ سيبيني، ها؟ بتلسني على مين يا مارة؟ ها؟ اوعى اسمعي تجيبي سيرة بناتها هموتك. سامعة؟ يا مفرقين الحكم